السلام عليكم. لمجملكم واحد الشقه رائعه زوينه في سونتر فيل، بالضبط في حي لافيلوت، واخا ما محسوباش 100% على لافيلوت. هاد الشقه هادي كندخلو مع الدخله كنلقاو هنا لا كويزين، كنلقاو السيجور والصالون. ندخلو نشوفو لا كويزين هي الاولى. لا كويزين عندها واحد البالكون كتشوف الشارع، هادي هي لا كويزين ايكيبي. الا خرجنا من لاكويزين كاين سيجور، هو هذا كاين صالون. المساحه ديال هاد الشقه هادي هي 100 متر. كاين هاد لابلاك تي في هنايا، ملي دخلنا لقينا الكوزينه كتشوف الشارع، لقينا الصالون كيشوف الشارع. ندوزو على السيجور، كاين هاد الكولوار هذا، هنا كاين صال دو بان الاول، كاين الفاسك، الحمام ديال لي زانفيتي مثلا. هنا كاين البيوت، هاد لابارتمون عندها دو فاصاد، عندها الشمس ديال الصباح هنا في البيوت، وعندها واحد التيراس، وعندها الشمس ديال العشية من جهة الصالون و جهة لاكويزين. هذا الحمام. المساحة ديال هاد لابارتمون هادي هي 100 متر. طبعا كاين لاسانسور وكاين بلاصة في الكراج. نشوفو البيت الأول هو هذا، هذا كيشوف التيراس مشمش، الشرج ما محلولش. هاد البيت عندو هاد البلاكار كبير، وكاين هاد البيت الثاني اللي كيخرج لا تيراس هو هذا. هذا صورتي ولا قريب؟ لا تا هو الخليل. واخا هاد البيت هو عنده بلاكار ديالو كبير، هاد لابارتمون صالحة للسكنة وصالحة للكرا. دونك ندخلو نشوفو هاد التيراس. اليوم راه مغيم شوية الحال، الشميشة راه كاينة، هاهي الشميشة فين ضاربة. التيراس مغطي هاد النص ديالو اللي كيشوف البيت الاول اللي شفنا. اللي بغا هاد لابارتمون يتواصل معنا نوريوها له. الثمن ديالها 110، قابلة شيئا للنقاش ان شاء الله. السلام عليكم. القنيطرة تنادي.